خدوا الشيك اللي خده ناجي جده ونشوف اتصرف من انهي بنك. تمام. لا مش في حد اداله فلوس يقول لنا مين اللي اداله فلوس، ناجي يقول لنا او اللي اداله فلوس يقول لنا. اللي سلمه الفلوس يقول لنا. جماهير الزمالك ممكن تقول انت بتقول كده عشان انت مشيت من نادي الزمالك. انت بقيت المدير الاداري السابق. بص يا كابتن سيد، انا مش محتاج اولا ان انا اروح نادي الزمالك علشان اقدم فيه واشتغل، هم اللي طلبوني وهم اللي جولي وانا رحت لهم علشان انا بحب نادي الزمالك لان انا ابن نادي الزمالك. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا مهندس بترول اساسا مش محتاج اشتغل في نادي الزمالك. وانا اللي قدمت استقاله مش النادي اللي مشاني. طيب علاقتك بالاداريين مليون في المية متواصلة، مليون في المية متواصلة. علاقتك بالاداريين وزملاء العمل اكيد في المية، مليون في المية متواصلة. اكيد طبعا متواصلة. طيب يعني في اتصال بينك وبين احد الاداريين، اتكلمتوا في الموضوع دوت، ايه اللي ضار؟ يعني لو في اتصال، لو ما فيش اتصال خالص يا كابتن سيد هيبقى في اتصال في مشكلة. انا عارف المشكلة دي معمولة ازاي. معمولة ازاي؟ يعني انا هبقى عارف المشكلة دي موجودة ليه. هسأل الإداريين ليه؟ إذا كنت أنا المدير الإداري. طب موجودة ليه؟ يعني طب إيه اللي يخلي نادي الزمالك يطلع إيصال للاعب وهو ما خدش فلوس؟ هو الراجل ببساطة شديدة كابتن، إحنا عندنا اللعيبة لما بتبدأ تلعب في منتخب مصر بيبقى لها شكل مختلف عن اللعب في الأندية. الراجل قبل ما يروح غانا، يعني قبل ما نروح جنوب افريقيا، الراجل ما كانش ليه اسم كبير قوي كده. والراجل مضى في الوقت دوت. ودي عين الكابتن حسام حسن، لان عين الكابتن حسام حسن كانت واقعه على ناجي جده ان الراجل ده هيبقى لعيب كويس. الراجل عنده طيبه او سذاجه او انه يمضي على بياض زي ما حصل كده او زي ما بيحصل دايما. دي مشكلته. ومشكله الوكيل بتاعه لانه مش ناصح. محدش بيمضي على بياض. تمام. بس كل الناس هو مضى على بياض بقى واتسخت في الحته ديت ومضى وصل ومضى ورق ما يعرفش عنه حاجه او ما قراش او بتاع، دي قصه. يعني عايزين نحترم الحته ديت بالنسبه للعيبه اللي هي ما عندهاش خبره. طب ليه والوكيل بتاعه المفروض يبقى عنده خبره؟ فعلا السؤال هو حضرتك ليه دلوقتي بتتكلم والقضيه مصاره بقى لها شهور؟ ده سؤال. انا بصراحه يعني انا صعبان عليا الولد جدا انه يتمرمط المرمطه اللي هو متمرمطها ديت في الاذاعات والتلفزيون والكلام ده. وبعدين في الاخر خالص انا بتكلم عشان نقطه معينه حضرتك وانت اللي سالاني او كابتن سيد اللي سالني فيها. حته الفلوس. الفلوس دي قبضها ولا ما قبضهاش؟ انا حد علمي بيقول وانا موجود في نادي الزمالك انه ما خدش فلوس. وانت كنت المدير الاداري. زي ما حضرتك بقى تشوف. تمام. طيب عايز اقول لك او زي ما كنا. تمام. كابتن حسين، كابتن حسين، يعني على لسان كابتن حسين عبد المنعم المدير الاداري السابق واللي كان موجود ومعاصر في وقت توقيع جده لنادي الزمالك، ان هو لم يتقاضى اي مبالغ ماليه من نادي الزمالك. عندي سؤال يعني جاوبني عليه، ايه الهدف او ايه الرؤيه ان لعيبه نادي الزمالك تمضي على ايصالات امانه على بياض؟ ايه الهدف ان انت بتمضي لعيب على ايصال امانه؟ لا، الهدف دوت تساله اللي بيمضيه يا كابتن سيد. لان انا لو احنا هنتعاقد مع بعض ونفس راضيه وانا متفق معاك اتفاق وهاخد قرش وانت هتديهولي. معلش يا كابتن، اللعيبه مش مسؤول يعني ولا إرادة. يعني ايه لازمته؟ وهروح اسجل في الاتحاد وهتبقى انت راجل تحت الامبريلا بتاعت النادي. ايه المشكله؟ ايه القضيه فيها؟ طب اتكلمت انا اخد ورق زياده وابصم واعمل واختم كل القصه ديت، كل الوهم اللي احنا عايشين فيه ده عايشين فيه ليه؟ ما كل الانديه بتودي ورقها للاتحاد وبتسجل ومفيش مشاكل خالص. ليه نادي الزمالك؟ طب اسال مين؟ يعني انت بتقول لي اسال اللي بيمضيه، اسال مين؟ تسال مين؟ اللي بيمضيه يا كابتن. ما هو اللي بيمضيه ممكن يبقى كتير، يعني انا بسمع ناس كتير ولا في الفتره دي تقصد؟ لا، عندنا ناس يعني بتمضي لعيبه، في ناس كتير بتمضي لعيبه. طيب يعني الهدف اللي انت بتقول كلام منطقي، يعني انا بوقع مع حضرتك، انا في لعيب وبوقع في نادي، في الاهلي، في الزمالك، في الاسماعيلي، كفايه ان انا وقعت، ايه هدف ايصال الامانه؟ ايه المشكله ان انا طالما وقعت وقبضت منك المبلغ اللي انا ساتسفايد بيه، ايه المشكله ان انا عندك كم ايصال امانه؟ عندك كم ايصال امانه؟ او كان عندك كم ايصال امانه؟ انا عندنا؟ كان عندك كم ايصال امانه للعيب؟ انا ما عنديش ايصالات امانه للعيب، لان انا ما بفضيش اللعيب. انا بمضي اللعيبه على العقود زي مرغاني وزي حازم امام وزي الناس اللي وعلاء علي
الناس اللي مضيت معايا اسالهم حضرتك مضوا على ايصالات امانه معايا ولا لا. طب اسمح لي يا كابتن حسين، اللاعب برضو مش مسلوب الاراده عشان ان هو يمضي او ما يمضيش، هو بيمضي على حسب يعني. معلش سوري في اللفظ، انا بقول اللعيبه بتاعتنا ما عندهاش ثقافه اغبيه، ما بتقراش كويس، بيبقى المهم المبلغ اللي هيتحط في العقد، بعد كده يمضي على اي حاجه ان شاء الله تمضيه على العربيه بتاعته يباع، مفيش مشكله. ما بيبقاش واخد باله او مش فاهم ان الورق اللي هو بيمضيه كتير دوت في ايصال امانه. ده في وكيل لاعبين يا كابتن حسين، واللاعب ما بقاش شخص ساذج بالشكل ده. حضرتك والله العظيم ثلاثه انا شفت نماذج ساذجه جدا جدا جدا، ممكن امضيها وهي قاعده قدامي على مليون و2 مليون و5 مليون و10 مليون. زي مين؟ زي مين كابتن حسين؟ زي مين ايه؟ زي مين من اللعيبه اللي انت شفتها؟ كل لعيبه مصر كابتن سيد. اللعيبه بقت اللعيبه على فكره ما عندهاش ثقافه خالص. طب انت استشهدت ثقافه في الحته دي، انا معاك في ده، انا معاك في ده وصح. بس خلي بالك يعني برضه اللعيبه كابتن حسين، يعني اللعيب كابتن حسين عبد المنعم المدير السابق، المدير الاداري السابق لنادي الزمالك، خلي بالك اللعيب برضه هو داخل الاهلي، داخل الزمالك، داخل